السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ معاكم النهاردة أول درس ريدنج في يونت 1، ده للصف الأول الثانوي، الفيرست سكندري ستيج. وهنبدأ بأول درس ريدنج موجود معانا، بيتكلم على الإيكو توريزم. الإيكو توريزم هنقرأ وهنترجم النص مع بعض، وعشان ما يبقاش الفيديو طويل هنخلي التدريبات اللي على دروس الريدنج في فيديوهات لوحدها. تعالوا نبدأ بأول درس ريدنج مع بعض. بيقول What is ecotourism؟ What is ecotourism؟ وعمل لنا هيدلاين كبير. ecotourism is this a future؟ هو إيه الإيكوتوريزم؟ ecotourism هي السياحة البيئية، وهوضح لك إيه هي السياحة البيئية. هو بادئ التكست بتاعنا بتعريف عن الايكو توريزم، بيقول ايكو توريزم is about providing holidays to places which are often endangered and isolated. الايكو توريزم عباره عن ان انت تعمل سياحه لمناطق او اماكن فيها كائنات مهدده بالخطر، او المناطق دي نفسها مهدده بالخطر، مناطق بيئيه مهدده بالخطر. The holidays are designed to have a limited impact on the local environment and to educate tourists about conservation. وانا كمان جبت لك التكست مترجم المصطلحات الصعبه اللي فيه، مترجمه عندك ومترقمه والترجمه بتاعتها موجوده على اليمين بالارقام. فهو بعد ما قال مصطلح كده اسمه الايكو توريزم وعرفنا ايه هو، ان احنا بنزور بعض الاماكن اللي هي فيها حيوانات او المناطق نفسها بتبقى مهدده بالخطر. الاجازات ديت بيتم تنظيمها عشان يبقى في ليميتد امباكت، يعني ليميتد امباكت احتكاك مباشر وليه، ويشوف في هل في اثر مباشر اون ذا لوكال انفايرمنت، السياحه دي هل ليها اثر مباشر على البيئه بتاعتنا. And to educate tourists about conservation، والمقصود بيها الغرض بيها كمان هو يعلم السياح كيفية الحفاظ على المناطق الجميلة اللي هو بيروح يتفرج عليها. Egypt is developing ecotourism to protect the environments along the Red Sea coast. مصر بتهيئ لنا بقى بعض الرحلات اللي ممكن ينفذ فيها الايكوتوريزم. طبعا الكلام ده بيبقى على ساحل البحر الأحمر. Tourists can stay in hotels built of environmentally friendly natural materials. حتى الفنادق اللي السياح بيقعدوا فيها عشان يعملوا السياحه البيئيه متصممه بمواد خام environmentally friendly، يعني مصاحبه للبيئه مش مضره على البيئه. When tourists go diving they are taught how to avoid damaging the fish and keeping the special coral reef safe. يعلموهم مثلا وهم بيعملوا الزيارات للاماكن السياحيه ديت ازاي يحافظوا على الاماكن ديت، خصوصا وهم بيعملوا دايفنج، ازاي يتجنبوا تدمير المناطق اللي فيها السمك، المناطق اللي فيها الشعب المرجانيه. عندنا كمان امثله بقى لمناطق بيحصل فيها الايكوتوريزم. ماداغاسكر از famous for its ecotourism and wants to protect its ecosystem. الايكو سيستم هو بيقول ان هو the animals and the plants in its environment. 80% of the animals and 90% of the plants that live there don't exist anywhere else in the world. وبيدي حاجه كمان مشهوره هناك، الليمرس for example only live in Madagascar، اسمها منطقه مدغشقر، والسياحه البيئيه اللي موجوده فيها هناك بتبقى عشان زيارة الأماكن النادرة، وفي هناك حيوان نادر جدا حيوان الليمير، وطبعا دي من الأماكن اللي بتعمل لها إيكو توريزم مشهورة جدا في العالم. عندنا كمان Galapagos Islands in Ecuador are famous for their unique animals such as the giant turtles which live there. Ecuador makes sure that tourism is sustainable. Only a limited number of people can visit the islands each year, so the animals and their environment are safe. المنطقة ديت منطقة جزر،
يعني مشهورة هناك ببعض الحيوانات النادرة، منطقة فيها منطقة يعني فيها ممكن تتفرج على السلاحف ضخمة جدا، وأعداد كتير من السياح بتبقى عايزة تروح بس مش بتعرف، لأن العدد اللي بيدخل المناطق ديت من الجزر عدد محدد عشان الحفاظ على البيئة تبقى آمن. عندنا كمان المناطق اللي ممكن يتعمل لها إيكو توريزم الكومودو ناشونال بارك. الكومودو ناشونال بارك in Indonesia is a popular ecotourist destination. Much of Indonesia's endangered wildlife, including the Komodo dragon, can only be found there. The national park is also famous for its beach, which with pink sand.